جابتها شركة كامبينسكي وحولتها إلى أوتيل، لكن هذا الأوتيل قسم، القسم اللي بنشاهده غرفة سويت، فقط 12 غرفة، السعر فيها بين 5000 إلى 30000 أورو. 30000 أورو ما بتشتري الغرفة، وإنما تناموا فيها ليلة واحدة. طبعا إذا قدرتم أن تناموا بعد دفع 30000 أورو. والقسم الثاني شراغان كامبينسكي، قسم الأوتيل العادي، شراغان بلس وشراغان كامبينسكي. فكان على قصر دوما باتشا، فكان على قصر داشا او قصر ميلدرز دوما باتشا. في بعض السواحل اللي معانا في السفينة عندهم قصر دوما باتشا في البرنامج، دفعوا 50 او 40 اورو زيادة واضافوا صور الجسر بابا. نور طلع يا نور. فيديو هذا عادي. لورا شوي لورا. دز لورا مش هتطلع مع المطير. تقدر تصورني انا كمان هيك مع الفيديو؟ بس ما تهزش، ما تحطش ايدك، تعلق من هون. شغالي فيديو، شغالي فيديو. على بشاد من جهة الشمال منطقة اوروبا. اي مرحبا بابا. تركيا. Thank you.
أول جسر معلق في العالم انبنى. كيف صور الفويك بابا بابا هلا الايفون عمل ريبوت لما مرينا بلشنا فيها وسوف نتمها ان شاء الله محمد كيفك يا بابا مبسوط هذا في جسر ثاني عليه سوف نشاهد